أخبار اليوم. ساعتهم التشاورية التي بدأت أمس في أبوظبي بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، وتبحث الاجتماعات سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير هياكله وآليات عمله لمعالجة الأزمات والقضايا المطروحة على أجندة العمل العربي المشترك، إضافة إلى سبل مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد الدول العربية، خاصة الإرهاب والتدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية وتداعياتها على مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة.